السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. مازال الحماس متواصل، وهذه المره مع تحليل مباراه لا ليغا الاسبانيه بين اشبيليه وغرناطة. وكما كنعرفوا الهداف التاريخي ديال فريق غرناطة هو الغوليادور المغربي يوسف العربي، وكما غالبا اللي كيهمنا طبيعه الحال هو فريق الاندلس اشبيليه بقياده المدرب الاسباني جونيا لوبيتيغي اللي فاجئنا بهذه التشكيله. في حراسه المرمى لا غنى عنه الاسد المغربي ياسين بونو، رباعي خط الدفاع نافاس كوندي، ديغو كارلوس وماركوس اسينا. اما ثلاثي خط الوسط عندنا راكيتيتش، فرناندو وغوميز. اما ثلاثي خط الهجوم فعندنا في الجهه اليمنى سوسو، في الرواق الايسر لوكاس اوكامبوس، وكقلب الهجوم الهولندي لوك ديونغ، وللاسف يوسف نصيري خارج التشكيله الاساسيه، وهذا طبيعه الحال كيأثر عليه من الناحيه التهديفيه باش يتنافس على هداف الدوري الاسباني. ونحيطكم علما قبل بدايه هذه المباراه فريق اشبيليه كان كيحتل المركز الرابع ب 46 نقطه، اما فريق غرناطة في المركز الثامن برصيد 42 نقطة فقط. بداية الشوط الأول للأسف ياسين بونو كان غادي يدير واحد الخطأ فادح في الدقيقة الثانية نتيجة للضغط العالي اللي كان فارضو غرناطة، بعد ما كوندي رجع كرة أزيرو لياسين بونو ضغط عليه مهاجم غرناطة على شوية كان غادي يخطفها ليه، ولكن الحمد لله مرت بسلام. وكيستمر ضغط غرناطة وبالفعل كيسجل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة اللي كيرفضو حكم المباراة جملة وتفصيلا بداعي المخالفة، ولكن فريق اشبيليه ما بقاش مكشوف الارجل بحيث كانت الانتفاضه عن طريق اوكامبوس في الدقيقه 15 كيتوغل وكيمرر تمريره سحريه مليمتريه لكوميز، للاخير كيحصل على ضربه جزاء وكينفذها راكيتيتش اللي كيعلن على اولى اهداف اشبيليه تحت تصفيقات يوسف نصيري. وللاسف دوماج نصيري ما كانش في التيران، كون كان هو اللي تيراها. وحتى مخرج المباراه فور تنفيذ ضربه الجزاء الكاميرا جابه على نصيري كانه كيقول ليه هذه ديالك يا نصيري. ومنذ ذلك الهدف اشبيليا سيطر على مجريات الشوط الاول طولا وعرضا. اما الحارس ياسين بونو فمنذ 15 دقيقه الاولى كان معظم الوقت مرتاح في الشباك ديالو وما تشكلاتش عليه اي خطوره. مع بدايه الشوط الثاني كان كل امانه نشوفو نصيري كيدخل منذ البدايه، ولكن اللي معروف على المدرب لوبيتيغي التغييرات ديالو كتبدا من بعد مرور 60 دقيقه من المباراه. وايضا بعد ما شفنا نصيري كيدير التسخينات ديالو في خط التماس في الدقيقه 51، بعدها بجوج دقائق فقط كيجي الهدف الثاني من اوكامبوس بعد تمريره من غوميز. واللي لاحظنا في هذا الثنائي هو التفاهم والكيمياء اللي بيناتهم وكيباساو لبعضياتهم بزاف. ومره اخرى كنا كنتمناو هذا الهدف يكون من نصيب يوسف نصيري اللي بصراحه هذا الماتش كان ديالو، لو كان بدا منذ البدايه اكيد كان غادي يزعزع شباك غرناطه. واخيرا يوسف نصيري كيدخل لهم في الدقيقه 58 مكان ديونغ، وكيف العاده الابداع في التحركات ديالو وايضا الديناميكيه اللي كيمتاز بها. ولكن للاسف منذ دخول يوسف نصيري ما شفناش اشبيليه بقى محافظ على النهج الهجومي، بحيث فضلوا يلعبوا لاعب متحفظ للحفاظ على التقدم ديالهم المريح نسبيا بجوج اهداف لصفر. وبين قوسين من وجهه نظري السبب وراء عدم اشراك يوسف نصيري كاساسي هو انه كان صايم، ماشي المداوره بينه وبين ديون. وفي الاخير قولوا لي راي ديالكم في اداء يوسف نصيري وياسين بونو اللي الصراحه في هذه المباراه كان نسبيا كان مرتاح. كيف العاده كنسال الاراء ديالكم في قسم التعليقات ونتناقشوا تما. وكان معكم اسلام، ونخليكم في امان الله، وفين نتلاقاو؟ نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه.